الأداء اسألني عن المونديال. مصر في كأس العالم متأهلة. مصر هنشوف مصر جنب البرازيل وإيطاليا، هنشوفها جنب ألمانيا وأسبانيا وإنجلترا وبلجيكا والسعودية وإيران واليابان ونيجيريا من أفريقيا، تاني البلدان العربية. ألف 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 مبروك ل 104 مليون ولادها متعثرة. 105 دقيقة الكل كان على أنفاسه. الكونغو فريق ما هوش سهل وما هوش صعب، ولكن الحمد لله في الاخر الانفراجه جت على ارجل محمد صلاح ثم تريزيجيه، والتبديله اللي نقلت منتخب مصر مره ثانيه. ضربه جزاء بيحرزها محمد صلاح عشان يديلها الحلم والامل، اللي بعد الهدف التعادل للكونغو الكل كان جات له الصدمه، صدمه كبيره جدا، ولكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى سر الدعاء والسجده ونيه الانتصار. هو ده عنوان كاس العالم، الدعاء والسجده ونيه الانتصار. مصر في كاس العالم، لا تسألني عن الأداء، لا تسألني عن أي شيء، اسألني إن مصر فين هقول لك في كأس العالم، اسألني أنت رحت فين هقول لك كأس العالم، هتلعب مع مين هقول لك مع أبطال العالم. 104 مليون محتاجين، مشتاقين، 27 سنة يا جماعة. الواحد إيه ده، بقول معقولة هشوف مصر تاني في كأس العالم؟ معقولة بعد كابتن محمود بكر الله يرحمه والثرو بتاع حسام حسن وماركو فان باستن ورود خوليت، هنشوف مصر تاني جنب لعيبة هولندا، هنشوف مصر تاني جنب لعيبة البرازيل وإيطاليا. لما حضراتكم شفتوا في كأس القارات الدنيا كانت عاملة إزاي، فما بالك لما تلعب في كأس العالم تبقى وسط أحسن 32 فرقة، أنت مش أقل منهم، أنت مش أقل منهم كدولة، أنت مش أقل من أي حد كان بيوصل. أنت محتاج، الناس محتاجة، الناس تعبانة بقالها 7 سنين في مشاكل، 7 سنين في حاجات كتيرة جدا بعدتنا عن مصر اللي بنحبها، فانت محتاج انك توصل، محتاج انك تقول، محتاج انك تعبر. النهارده كانت صرخه فرحه، صرخه فرحه ورساله، رساله لكل العالم ان مصر موجوده. ايجيبت سباك بكل اللغات، بكل اللغات مصر موجوده مره ثانيه. ما تسالنيش عن الاداء، اسالني عن مصر في المونديال. ادي امام حضراتكم الفرحه اللي في كل مصر، فرحه مبروك لكل عامل، لكل مهندس، لكل دكتور، لكل اب، لكل ام، لكل محامي، لكل محاسب، لكل فلاح، لكل جندي في سينا، لكل جندي على حدودنا، لكل جندي واقف في الشارع، لكل مواطن، لكل واحد صاحب كشك، لكل سواق ميكروباص، لكل سائق توك توك، لكل سواق اوتوبيس، لكل سواق مترو. مبروك لكل مصر، مبروك لكل مصري، مبروك لكل عامل، مبروك لكل واحد حياته صعبه عليه، مبروك لكل واحد مش عارف يجيب كارت شحن، مبروك لكل واحد حياته بقت صعبه، ولكن كره القدم هي متنفس الشعب المصري. كرة القدم هي اللي بتدي الأمل للشعب المصري، كرة القدم هي رسالة الشعب المصري، إحنا موجودين وموجودين بقوة وهنرجع بقوة، ورجعنا بعد 27 سنة، روسيا استنين، إحنا جايين، خلاص الطيارة طلعت وهتنزل إن شاء الله في مطار موسكو. مش عارف أقول لحضراتكم الإحساس إيه والفرحة قد إيه، وولادها متعثرة، ومحمد صلاح ربنا يكرمه، ربنا يكرمه هو واللي حواليه. ربنا يكرمك يا عصام يا حضري، النهاردة كرة في منتهى منتهى الخطورة بيشيلها بخبرات السنين. النهارده حجازي ورامي ربيعه ملحمة، خط الوسط ملحمة، محمد النني اللي عمل الثرو لمحمد صلاح، وادي تريزيجيه. ما تسألنيش بقى مين كان كويس ومين وحش، اسألني مصر فين هقول لك في روسيا، اسألني مصر فين هقول لك لروسيا. يا كابتن ربيعه النهارده ملحمة كبيرة، مشوار كان